السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نسوة على الجولان من هجين، عمري 22 سنة وعندي طفل، مطلقة وعندي طفل. أعيش ببيت أهلي مع أمي وطفلي، وأنا مرأة كادحة وأسعى لرزقي ولعيشتي ولخبزتي مشان أكلها بالحلال وأكل وأعيش من عرق جبيني مشان أأكل نفسي ولا ابني ولا أمي. تقريبا أنا اشتغلت في مجالات كثيرة، الزراعة واشتغلت في المشافي واشتغلت والحمد لله. بعد من فترة نزلت إعلان مشان منظمة أنصاف دعم مشاريع للأرامل والمطلقات، رحت سجلت والحمد لله انقبل اسمي، وبعد وخضعت للتدريب لمدة 10 أيام، وبعدها قدمت مشروع مخبز شعبي. طبعا أنا عندي هواية بالخبز، وكانت أولي أخبز وبيع طلبيات. وطبعا قلت بدي أوسع مشروعي شوية وأوسع مشان ندرب المعيشة الصعبة، والإنسان لازم يسعى ويسعى مشان يعيش حياة حرة وما يمد إيده لحدا، وأنا من النوع اللي ما أحب يمد إيده لحدا.